طيب فقرتنا دي عن الكرة محليا طبعا وعالميا. خلينا نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على حضرتك أستاذ كريم. صباح الفل، منور الدنيا كلها وسعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا ملفات كتير هنفتحها معاك ما بين محليا وما بين قاريا وما بين دوليا كرة القدم العالمية. بس لازم نبتدي بينا احنا بقى، يعني بماتش الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني. شفت الماتش ازاي وتوقعاتك لماتش بكرة إن شاء الله هيكون عامل ازاي؟ طبعا في البداية هي كانت نتيجة طبعا يعني كنا نتمنى الفوز، خصوصا الشوط الأولاني الأهلي ضيع أكتر من فرصة، يعني حوالي 3 فرص بنتكلم على كان بيرستيا أو كهربا. كان حتى في تصريحات من السيد مارسيل كولر اتكلم وقال إن كان الشوط الأولاني كان كفيل إن احنا نخرج بنتيجة مريحة، لكن يعني فرص ضاعت، استقبلنا هدفين في 7 دقائق كانت نقطة خطيرة جدا، وأظن إن كان تدريب امبارح كان في يعني ضمن النقاط اللي اتكلم فيها أكيد السيد مارسيل كولر مع اللعيبة على النقطة دي. لكن الحمد لله ربنا كرم برضو، تداركنا الموقف بجون كهربا. مباراة العودة ما هي سهلة لأسباب كتيرة، بتلعب خصم هو مش خسران حاجة، هو جاي بيلعب على مكسب او تعادل، وثقة كمان في ماتش الذهاب اكيد ان هو لما يسجل هدفين وكان ممكن يكسب المباراة. وحتى كان مدربهم روبرتو أوليفيرا المدرب بتاعهم قال ان يعني كان ممكن ان احنا نكسب، خصوصا بعد مستوى الشوط الثاني. لكن في جولة تانية في القاهرة اكيد هيكون ان شاء الله في دعم جماهيري لينا بكرة ان شاء الله في مباراة الإياب، وفي نفس الوقت في عناصر هترجع تاني سواء ما بين عناصر دفاعيه او هجوميه، ونتمنى ان شاء الله نحسم المباراه بدري بدري علشان ما ندخلش في لعبه حسابات. انا بس عندي كام نقطه كده عايزين استاذ محمد نتكلم عنها شويه، يعني مش قصه ان هي قتلت بحثا ولكن هي محتاجه فهم او شرح اكتر. لما انا اجي اقول انا بلاعب بعض الفرق اللي هي مستواها فنيا بعيد بلغه الارقام برضو بعيد، وعلى ارضهم او مش على ارضهم، على فكره النادي الاهلي انا اعتقد لو رجعنا شويه لتاريخه هتلاقي ان لما بيلعب على ارض الخصم بيلعب ربما كمان افضل من لما بيلعب على ارضه في مباريات كتيره جدا. فاحنا ما عندناش الشق ده الا لو في عامل خارجي يعني، بس احنا ما عندناش الشق دي، لعبتنا واخده على ده. لكن قصه ان انا بلاعب ومحترامي طبعا سيمبا التنزاني، لكن انا شفت المباراة يعني حتى ولو انا احرزت فيها جول انا احرزت فيه جول بصعوبة، وفي نفس الوقت ما قدرتش احافظ على شباكي نظيفة لان انا كان عندي قصور برضو على مدار الشوطين، اهدرت فرص كتيرة. فلما اجي اتكلم ان شاء الله هنعوض، ان شاء الله هنعوض، وبالمناسبة احنا ان شاء الله هنكسب كده كده وهنعمل سكور حلو لان في ظروف ايجابية كتيرة جدا لصالحنا، بس مش هو ده او مش هي دي الصورة اللي انا احبها كعاشق وكمحب للنادي الاهلي وانا حتى كنادي اهلي انا ممكن اروح حته تانية خالص او يبقى المشهد مختلف. عندك مدير فني رائع، عندك لعيبه اكثر من رائعين، عندك كل العوامل اللي تخليك بجد تفوز بمباراه زي اللي فاتت دي بسهوله وتحسمها من الشوط الاول، ولكن ده ما حصلش، وده اللي خلى كولر يعمل جلسه مع وطبعا حضرتك عندك تفاصيلها اكيد، جلسه خاصه وانا ذكرتها سريعا في الانترو مع اللعيبه، واتكلم معهم لاول مره يمكن شويه بلهجه فيها نوع من الشده، الاداء ده مش هو ده بتاعنا، اللي حصل ده مش ده اللعب بتاعنا اللي احنا عايزين نقدمه ابدا لجماهير النادي الاهلي، كده مش حلو بالمعنى يعني. سيمبا في البدايه مستوى الفرقه في تصاعدي، بمعنى ان سيمبا في السنوات الاخيره في من ناحيه البطولات الافريقيه وتحديدا في دوري ابطال افريقيا يعتبر من الفرق اللي بتكون شبه موجوده في دور المجموعات، وممكن بنشوفهم في الادوار الاقصائيه في دور ربع النهائي. سيمبا من الفرق الطموحه، من الانديه الطموحه، يعني احنا بنشوف السنوات الاخيره الكوره شويه في افريقيا اتغيرت على مستوى الانديه، يعني احنا بنتكلم ان وجود سيمبا، وجود طبعا صن داونز، وجود الوداد مع الاهلي، ففي فرق يعني بقت دلوقتي الخريطه اتغيرت شويه. صحيح ان الفرق التاريخ والامكانيات كبير ما بين الاهلي وسيمبا، لكن الاهلي كان ممكن زي ما ذكرت ان كان يحسم المباراه من الشوط الاول، وكان في بعض الندم شويه على الفرص اللي اهدرت. لكن في نقطه بعض الشيء، ودي مش من يعني مش من المباراه اللي فاتت، لا كانت من مباراه الاسماعيلي بالتحديد، لما تصريح من الكابتن خالد بيبو قال على الجول اللي احنا استقبلناه
مش حلو او مش لطيف، وده كان مؤشر تحذير شويه ان صحيح بتهدف وبتجيب اهداف، واحنا شبه ان انت في كل مباراه من عز الثلاثات والاربعه صحيح ان كل ماتش على الاقل بتجيب ثلاثه واربعه وبتكسب واداء وكل حاجه، لكن النقطه الدفاعيه عليها بعض ملحوظه شويه من على اللعيبه. لكن في الاول وفي الاخر انت دلوقتي بتلعب مباريات يعني خروج مغلوب، مفيش فرصه ان انا اعوض وما عنديش فرصه ان انا يعني ان انا اصحح لسه اخطاء، وخصوصا ان انا عامل الزمني بسيط ما بين مباراه الذهاب ومباراه الاياب، فاللي زي ما بيقولوا كده بالبلدي اللي ذاكر ذاكر يعني خلاص اللي ذاكر ذاكر. فمباراه الاياب مفيش فيها هزار، خصوصا ان انت عندك عوامل كتير هتساعدك انك تكسب، تلعب على ارضك، بتلعب وسط جمهورك، عملت صفقات كويسه، اداره فنيه مستقره، اداره عموما مستقره، فعندك ظروف مهيئه انك تكسب وتكسب كمان بنتيجه مريحه ليك. احنا واحنا بنتكلم معاك شايفين لقطات لانفنتينو وهو بيسلم على اللعيبه. المباراة طبعا بالنسبة لنا كانت تاريخية، خصوصا ان اول مباراة في البطولة بتكون مباراة للاهلي، واول هدف انت بتسجله في البطولة كان النادي الاهلي. وجود شخصيات كبيرة، بنتكلم رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، وبنتكلم على وجود شخصيات من الناحية التدريبية زي ارسن فينجر، فكانت مباراة تاريخية للنادي الاهلي، وكنا نتمنى ان احنا طبعا نكسب، لكن ان شاء الله في مباراة العودة نعوض، خصوصا زي ما انا ذكرت ان البطولة ما هياش سهلة بوجود فرق كبيرة زي صن داونز. كنت لسه عايز اسالك عن رؤيتك للبطوله دي وتقييمك ليها ايه، واحده من اخر البطولات المستجده او المستحدثه، شايف في رايك مين المربع الذهبي اللي هتقول اليه الامور في النهايه، مين اقرب الفرق للوصول للادوار النهائيه من البطوله دي؟ مباراه صن داونز وبيترو اتلتيكو كانت مباراة صعبة على صن داونز، صحيح النتيجة كانت لصن داونز، وخصوصا كان بيلعب بره ملعبه. بيترو اتلتيكو قدم شوط اول برضه شبه مشابه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني ليه، ضيعوا ضربة جزاء واكتر من فرصة ضيعوها، لكن صن داونز بخبرات ويعني عرفوا ان هم يكسبوا المباراة وبنتيجة تعتبر مريحة ليهم. صن داونز نسبة كبيرة هيكون في دور نص النهائي، طبعا هتكون موقعة كبيرة جدا، هتكون مستنية ونهائي مبكر ما بين أهلي وصن داونز، إن شاء الله الأهلي بإذن الله يوصل. الطرف الثاني وجود الترجي الرياضي التونسي مع مازيمبي الكونغولي، مازيمبي كسب امبارح طبعا 1-0، لكن احنا بنشوف ان الفريقين لسه بيعيدوا اكتشاف نفسهم من اول وجديد، بمعنى مازيمبي مش هو مازيمبي السنين اللي فاتت، الفريق المرعب اللي كان افريقيا كلها بتخشاه، و دلوقتي الوضع اتغير شويه، رئيس النادي ما بقاش يصرف زي الاول، ولكن فريق بيتكون من اول وجديد. نادي الترجي اداره فنيه مش مستقره، بمعنى ان كابتن معين الشعباني مشي، جه مكانه كابتن طارق ثابت وهو اصلا المدير الرياضي للنادي، ولكن هو عنده خبره تدريبيه ماسك الترجي بصفه مؤقته لحين استقرار على مدرب بصوره دائمه. فطبعا زي ما انا ذكرت دي الوقت ما فيش فرصه للانديه ان هي تراجع حساباتها من اول وجديد، فالترجي داخل البطوله بمدرب مؤقت وهو كابتن طارق ثابت. الترجي ومازيمبي مباراه صعبه، بمعنى ان مازيمبي عنده فرصه ان هو يتاهل والترجي محتاج يكسب بهدفين، لكن الترجي هيلعب على ارضه وسط جمهوره، نسبه كبيره ممكن نشوف الترجي في نص النهائي، خصوصا ان هو الماتش امبارح كان واقف ند بالند شويه مع مازيمبي. وجود الوداد البيضاوي مع انيبا النيجيري، انيبا يعتبر الطرف الاضعف في البطوله، الوداد كان ممكن يكسب برضه بنتيجه اسهل من كده 1-0، كان كسب بس كان ممكن يكسب اكتر من كده. ايه اللي حاصل ده؟ ليه التفصيله دي قاسم مشترك بين كتير من الفرق المشاركه في البطوله دي؟ يعني كلهم بالذات في الماتش الاولاني وفي الشوط الاولاني، يعني هو ممكن زي ما الفتره الزمنيه بسيطه ان الفرق ما استعدتش برضه بشكل كافي، احنا بنتكلم ان البطوله برضه تعتبر لسه تجريبيه، بيشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. البدايه لحد ما يعني كويسه، خصوصا ان انت برضو بتتكلم حضرتك يعني بنتكلم في حوالي 6 أو 7 انديه هم يعتبر التصنيف الاعلى، او هم كده التصنيف الاعلى ويعتبر الاقوى دلوقتي ما بين الانديه في افريقيا. هنشوف نهائي نص نهائي يعتبر هيكون عربي ما بين الترجي وما بين الوداد البيضاوي مع الاهلي مع صن داونز، فيعتبر يعني مباراتين من اكبر مباريات في البطوله الافريقيه.
احنا كنا لسه بنتكلم برضو في الانترو عن المغرب تحديدا وسؤال على الانديه المغربيه عندهم المحليه او على مستوى المنتخب، وقلت انا كده صراحه لو تتفق معايا او تختلف طبعا استاذ محمد، قلت انا من الفرق اللي خاف منها ومن المنتخبات اللي خاف منها هي المغرب. صحيح، وخاف جدا لان هم قدروا ان هم يطوروا نفسهم بشكل كبير جدا، وعلى فكره مش بامكانيات ماديه زي بعض الدول الاخرى، بيصرفوا على من الناس اللي بتصرف قليل جدا، لكن الكورة عندهم في حتة تانية جدا، وده بقى النجاح الحقيقي اللي أنا بعمل كوادر وبعلم وبعمل كمان اهتمام بقاعدة الناشئين اللي هي الأساس في الأول وفي الآخر لأي منظومة يعني. بتتفق معايا على ان دي هتكون مباريات صعبة سواء على صعيد الأهلي أو المنتخب، ده رقم واحد. رقم اتنين، هي الناس دي عملت ايه عشان انا اقدر ان انا اقول دلوقتي وانا ايه اللي ناقصني عشان اوصل للمستوى ده، خصوصا ان انا كنت زمان في حتة تانية خالص. هنتكلم بشكل هرم، وهو البداية، وهو الرئيس الاتحاد المغربي السيد فوزي لقجع، راجل يعني غير الكرة المغربية بشكل كبير جدا. صحيح الكرة المغربية لها تاريخ ولها صولات وجولات سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات بمختلف أعمارها، لكن الراجل يكفي أن هو داعم لكل أندية اللي بتشارك سواء على مستويات بطولات قارية أو حتى في بطولات عربية. صحيح ان هو يعتبر اللي كان من فتره من الفترات رئيس الشرفي لنادي نهضه بركان المغربي، ولكن من انديه من الناس اللي بتدعم الوداد، بتدعم الرجاء، بتدعم الجيش الملكي، بتدعم الانديه كلها، واحنا بنشوف ده على ارض الواقع في السنين اللي فاتت وخصوصا الفتره اللي فاتت. ومش عايزين ننسى نهائي الاهلي والوداد والمباراه اللي كانت اتلعبت في ملعب المركب الرياضي، كان من الناس اللي بتدعم المباراه تتلعب في المغرب. هل من ضمن التفاصيل اللي ساعدته على نجاح الخطه اللي هو حطها ونفذها ونتج عنها الانجاز اللي هو انت بتتكلم عليه ده، هل من ضمن التفاصيل دي طبيعه اللعيبه اللي عندهم؟ احنا بنتكلم على انه معظم اللعيبه اللي في دول شمال افريقيا بشكل عام، مش بس المغرب، المغرب وتونس والجزائر، السواد الاعظم من اللعيبه والقوام الاكبر من المنتخبات اللي شمال افريقيا كلها لعيبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه المختلفه ولا سيما الفرنسيه والاسبانيه بصفه خاصه. دي برضو من عناصر القوه اللي ساعدته على النجاح. احنا برضو في حاجه برضو لازم نذكرها، هم عندهم اكاديميه او يعتبر مجمع رياضي لسه عاملينه من فتره بسيطه، وهو مجمع محمد الخامس، وهو ان يعتبر ده النواه ان هو يخرج لعيبه للفرق الكبيره في اوروبا. وعلى ذكر مثال بسيط، نايف اركراد لاعب ويست هام الانجليزي، وكان شارينه من موسمين بحوالي 30 مليون استرليني، وكان صفقه كبيره على نادي ويست هام. فبنتكلم ان المغرب ما بقتش تعتمد على اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات انتاج جديد. يعني هو انا مش بعتمد على اللعيبه اللي هي اصولها مغربيه وبيلعبوا في دوريات اوروبيه وانا بجيبهم واجنسهم عندي، لا، هو بيعتمد ان انا النهارده عندي برضو قاعده ناشئين وبهتم بقاعده الناشئين اللي عندي مع اللعيبه المحترفين في اوروبا، عمل مزيج ما بينهم او خلط ما بينهم، وده اللي شفناه سواء على صعيد المنتخبات مع مدرب وطني ومدرب عارف تفاصيل الكوره ماشيه ازاي عندهم، السيد وليد الرغراجي، ومدرب اخذ بطوله دوري ابطال افريقيا وليه سي في محترم سواء مع نادي الوداد او حتى كان ليه تجربه سابقه في دوري نجوم قطر. فبالتالي منظومه متكامله، مش بالصدفه او بالحظ، لا، هم عارفين هم عاوزين ايه وخططوا صح. وصولهم حتى في نص نهائي كاس العالم ده مش مكان للصدفه طبعاً. ممكن يكون في بعض الحظ او بس ربنا مش هيكرمه الا لما يكون الناس دي اشتغلت صح. صح. في نقطه طبعاً مهمه كمان جدا استاذ محمد، اكيد حضرتك مطلع عليها، ان انا بحب اتابع كمان الشق الصحفي والاعلامي هناك، تلاقي اللهجه، وده كان واضح جدا كمان في البطوله الاخيره ليهم، كم الدعم الصحفي والاعلامي للمنتخب ولوليد الركراكي وللفرق كمان المحليه. انا بصراحه لما تيجي تقارن انا ما شفتوش عندنا، انا شفت عندنا كلام ايجابي وكلام سلبي سواء في بطوله على مستوى المنتخب او الانديه المحليه البطولات المحليه. هناك لا، هناك في ناس عايزه تنجح المنظومه دي، هناك في ناس عايزه تنجح اللعيبه، عايزه تنجح الـ يعني اقول ايه، كل شخص موجود في منظومه كره القدم في المغرب. ما فيش نقد لازع، ما فيش حد بيقلل من حد، حتى على مستوى التحكيم بالمناسبه هناك برضو، يعني يمكن التحكيم المغربي او
الحكام المغاربه مش كتير، ما تسمعش عنهم كتير، بس دلوقتي بقى فيه برضو شغل على الارض بيتم. هتلاقي قريب جدا على فكره ممكن حكام من اصل مغربي في حته تانية خالص. ففي منظومه داعمه بكل ما تحمله من جوانب، انا ده مش عندي برضو، ودي نقطه مهمه. على سبيل حضرتك الصحافه او الاعلام المغربي نشوف متابعتهم للمحترفين المغاربه عندهم، لو حد حصل له اي حاجه بيمسكوا الـ يعني الطرف الثاني، الطرف الثاني تقطيع عندهم فعلا، هم بيسموهم اسود يعني. اسود احنا عندنا بنقطع في بعض ولنا في يعني اخر فيديو لمحمد صلاح عبره، يعني الراجل ده اتقطع عشان ما طلعش في فيديو وغيره وغيره وغيره، وما عملوا اتقطع نتيجه انه عمله. طب احنا ليه اشمعنى احنا بنعمل أنا أعمل في نفسنا وفي لعيبتنا؟ اعمل مش عاجب، ما اعملش برضه مش عاجب. هو برضه بص، هو هقول حاجه، لان احنا في مصر هنا لازم يبقى في نقد على اي حاجه، هيكون في نقد. النقد مش وحش، لكن النهارده لو انا هنقد لما يكون بناء بس دي الفكره بقى، دي الفكره. يعني هناك في المغرب بيدعموا الرياضه او منظومه الرياضه عندهم بشكل رهيب جدا. وعلى سبيل المثال ده احنا شفناه في 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 الفتره الاخيره والايام الاخيره، تنظيم مشترك في كاس العالم مع ملف البرتغال واسبانيا، وده برضو نقطه مش سهله جدا. يعني انت فين من الموضوع ده؟ انت فين من الموضوع ده؟ انت عملت ايه؟ في فرق كبير جدا. انت بتحاول دلوقتي وبتحاول لسه بتعمل، الناس دي خلاص عملت ونفذت وماشيين على كده. وزي ما انا قلت لحضرتك ده منظومه متكامله من اول رئيس الاتحاد اللعبه للاداره معاه للانديه، وبنشوف معاه دعم اعلامي وجماهيري. خلينا بقى نروح، كنا بنتكلم معاك من شويه عن الدوري الافريقي، تعالى بقى نروح للدوري المحلي بتاعنا احنا وانطلاق النسخه الجديده منه. شايف النسخه دي من الدوري هتبقى عامله ازاي؟ بمناسبه بس فاول قصدي لقشه يعني خيمه وقامه. ويعتبر انا بالنسبه لي انا بعتبره رئيس الاتحاد الافريقي، مش متسبي يعني، هو شخصيه اقوى من متسبي، ده رايي. صحيح، على فكره ناس كتير قالت كده فعلا. هو حتى البعض ابتدى يبقى من كتر ما هو حريص وقوي وبيدافع عن المنتخب وعن المغرب، البعض قال لك لا ده في زي ما بتقال ايه شق فساد او حاجه ليها علاقه بواسطه او ناس، فاهم قصدي يا كريم؟ هي دي النقطه. يعني الفكره ان انت لما بتدخل دلوقتي في 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 خلاف، مش هقول ازمه، هقول خلاف مع طرف مغربي، بالنسبه لي انا شايف ان انت هتكون الطرف الاضعف في الخصام ده. ولكن يعني هو الصراحه انا بحترمه جدا لانه مدعم انديته ومدعم منتخب بلاده بشكل قوي جدا، وده انا بحترم شجاعته، وبيدخل في اي معركه لازم يكسب فيها اكيد. طيب خليني برضو اعيد عليك مره تانية السؤال اللي الدوري المصري ما سمعناش الاجابه عليه، وقلتك لانطلاق النسخه الجديده من الدوري المحلي، وشايف السنه دي هتبقى الاوضاع عامله ازاي؟ لسه الاهلي ما كملش مبارياته المؤجله، والاهلي ان شاء الله لما يدخل مبارياته المؤجله طبعا هيدخل في منافسه. احنا شايفين دلوقتي في منافسه على من اكتر من نادي على الصداره، سواء من بيراميدز او من مودرن فيوتشر او من وجود فريق صاعد، واحنا شايفين نتائجه كويسه جدا، وهو نادي زد. دوري السنه دي مش سهل، يعتبر الفرق كلها دعمت صفوفها، مفيش فرقه صعبه وفرقه سهله. الموسم ده هيكون موسم يعني ضغط شويه، لو احنا ذكرنا على الاهلي ففي اكتر من نادي هينافس الاهلي في المقدمه، سواء كان بيراميدز او الزمالك او المصري او مودرن فيوتشر. فدوري السنه دي دوري هيكون صعب. السنه دي يعني يعتبر من النسخ اللي هتكون ان شاء الله باذن الله كويسه، لان شايفين الفرق عامله نتائج كويسه وتدعيمات اقوى. هي النقطه كمان ان كل موسم احنا بنقول ان هندخل الموسم ده بشكل مختلف. طبعا بنركز اكتر مع النادي الاهلي وده اللي يعنينا في الاول وفي الاخر، لكن برضو انت لما تيجي تطمن على نفسك تبتدي تشوف دلوقتي مين المنافسين بتوعك، لان في الاول وفي الاخر برضو انا لو دايما متصدر القائمه وانا اللي بفوز وغيره حتى بلغه الارقام، لكن عايز برضو لما اجي انافس يبقى في تنافسيه. صح. او عايز افوز بشكل حلو، خلينا نقول او متعه حقيقيه، زي ما دايما بقعد اقول الدوري الانجليزي والدوري الالماني وغيره
الدوري المصري بيفتقد المتعه. ليه؟ لان في ثلاثه التوب 3 كل موسم تقريبا بيلعبوا في الرانكينجز يعني، فده مش المتعه الحقيقيه لعشاق كره القدم، ده بقى مش حاصل عندنا. لكن الموسم اللي فات مع التدعيمات يمكن 15 و20 تدعيم في فرق مختلفه او في الفريق الواحد، ادى شويه اختلاف برده في النتائج وفي طرق اللعب وفي شكل الكوره. الموسم ده ما كانش فيه تدعيمات طبعا بنفس الشكل، لان اكيد ده مش هيكرر تاني، لكن تحس ان الفرق بقى عندها ثقه في نفسها اكتر. يعني دلوقتي بتشوف فرق طبعا صعدت للدوري الممتاز، وده في حد ذاته نجاح كبير منها زاد، وعلى فكره زاد عامل شغل محترم جدا الموسم ده على الارض. للاسف الشديد على الصعيد التاني الانديه الجماهيريه البعض منها يكاد نقول خلاص يعني في سباق مع الهبوط للاسف او على الهبوط، فهي دي بقى النقطه اتكلمنا فيها كتير، ده يحزن جدا فعلا. فلا في شكل مختلف، في ثقه عند البعض، ابتدى دلوقتي الموضوع ما تقدرش تحسمه من الاسابيع الاولى يعني، لا في حاجه اختلفت. انا اتمنى يكون ده لصالح الكره المصريه، الكره المصريه في النهايه. صح. هو يعني احنا السنه دي شايفين فرقه مثلا يعني تجربتين بيراميدز وزد. بيراميدز ابرم صفقات قويه، صفقات تدعيمات كانت مهمه جدا، وشفنا بدايتهم يعني لغايه دلوقتي ما فيش اي خساره، 10 نقط من 4 جولات، يا دوب كان تعادل في الجوله الاولى وثلاث انتصارات متتاليه. مودرن فيوتشر يعني صحيح ان السياسه اتغيرت شويه، لكن شايفين ان هم محافظين على الهويه بتاعتهم او على الاعمده الاساسيه بتاعتهم، ونعم محققين نتائج كويسه. الطرف الثاني وده اللي انا ذكرته طبعا نادي زد، هو زي ما قلت لحضرتك تجربتين، هو بيراميدز او زد. زد من الانديه ان انا شايفها هتكون مهمه جدا في الكره المصريه لاعتبارات كتيره، ان هم داخلين الدوري المصري والسوق المصري عموما، مش مجرد ان انا يعني نادي وعاوز العب في الدوري، لا هم الناس دي بتفكر من ناحيه استثماريه، وشفنا على الناشئين بتوعهم بيصرفوا مبالغ كبيره جدا، وده بنشوفه ان احنا بيبيعوا لعيبه زي مثلا ناشئ من عندهم راح نادي اوستون فيلا، وده يعتبر شريك ليهم مع نادي زد، وده تجربه بسيطه او يعني مثال بسيط. اسمه عمر حاجه تقريبا، انا تحت 17 سنه يعني، كان اصلا كان هو الولد ده اصلا من ناشئين الزمالك، كانوا شارينه بحوالي 3 مليون جنيه، فتخيل ناشئ 3 مليون جنيه يعني، ده في انديه اصلا يعني ما بتجيب صفقه يعني يعني 3 مليون جنيه، فانت النهارده لما بتجيب لعيب ناشئ ب 3 مليون جنيه بتروح تبيعه لاستون فيلا. شوف ده من ده مثال بسيط من امثله كتيره جدا في زد. فزد مش هيكون من الانديه اللي بتفكر بس ان انا داخل انافس اهلي وزمالك والعب في دوري مصري بس. بالمناسبه هو فكره راس المال افادت كره القدم ولا ضرتها؟ على حسب ان انت يبقى عندك كيان، سواء كان بنتكلم على المستوى الاتحاد الخاص بدوله ما او على مستوى الفرق، فكره ان في مثلا فريق امكانياته الماديه قويه جدا ده بيسهله يعني ماموريه جلب لعيبه دوليين في بعض الاحيان وبيشكل منتخب زي الفل ودافع فيه ارقام زي الفل، دي افادت كره القدم ولا حولتها من صناعه لتجاره؟ الدوريات عموما في يعني لو احنا هنتكلم على الدوري المصري الظروف مختلفه شويه، بمعنى وجود انديه محل انديه جماهيريه وانديه شركات، وفي نفس الوقت انديه شركات ممكن تكون ليها طبع جمهوري شويه، زي مثلا احنا ذكرنا مثلا نادي غزل المحله مثلا. فالنهارده على حسب، بمعنى النادي الاهلي سواء غزل المحله استثناء يعني بقول ان برضه نادي ليه تاريخ وليه اسم وليه جمهور من زمان، لكن صحيح ما ينفعش نقارنه بالفرق اللي يعني استجدت مؤخرا. صحيح انا هو مزيج ملهاش جماهير هو مزيج يعني ما بين شركه وما بين ليها جمهور ومحبين ليه. لكن احنا بنشوف ان دلوقتي الكره اتغيرت، بمعنى النهارده اللي كلاعب جاي لي نادي سين ونادي صاد ونادي سين نادي جمهور ونادي صاد هيقدم لي فلوس اعلى، طبيعي ان انا هختار الفلوس الاعلى، ودي المشكله لان يعني الانديه الجماهيريه دلوقتي بقت دلوقتي بتصارع ان هي تحاول تدخل في منافسه مع انديه الشركات علشان خاطر تحاول ان هي بس مش بنافس علشان خاطر استمر، وده احنا بنشوف مسائل مثلا اتحاد السكندري او المصري بورسعيدي، بنتكلم ان لولا رؤساء الانديه في الناديين دول كان النادي هيدخل في مشكله كبيره، خصوصا ان انت يعني حضرتك النهارده وجود ان مفيش برضو جمهور زي زمان، الرعايه والاعلانات، ففي كذا مشكله بيقابلوهم ان النهارده انا مش هعرف اسد احتياجاتي زي انديه الشركات. وبناء عليه النهارده وانا ما حطيتش فكر
وبعقليه وحطيت خطه همشي عليها، ومش مجرد سنه، لا ده انا فكره طويله، يعني خطه طويله المدى، مش هقدر استمر. وده ومثال بسيط، لو احنا اتكلمنا في نادي مثلا زي انبي، انبي من اول ما صعد الدوري لغايه السنه دي ما هبطش، كنا بنشوفه بينافس دوري في سنه من السنين، بنشوفه بينافس على كاس مصر واخد كاس مصر، سوبر مصري ومنافس. فنادي انبي بيخطط على فتره طويله المدى، صحيح ان النادي رؤساء مجلس الاداره بيتغيروا، لكن برضو ماشيين على حاجه واحده، وهم ان احنا بنعتمد على قطاع الناشئين بتاعنا، وبناء عليه بندعم فريق الاول، ومن خلال النهارده اللعيبه اللي بتظهر بيتباعوا سواء لانديه الانديه اللي بتمتلك المال او للاحتراف الخارجي. ده احنا ما بنشوفوش كتير في الانديه عموما بتاعتنا، ليه؟ لان النهارده انا ببص مع احترامي في المقوله ببص تحت رجلي. النهارده مثلا نادي شعبي سين من الانديه الشعبيه كل سنه بينافس على الهبوط، كل سنه بينافس على الهبوط. فالنهارده طب انت هتفضل على الحال ده؟ مش هتقدر تسد، مش هتقدر تكمل. خصوصا انت زي ما بيقولوا كده الدنيا عندك بتتغير، الشكل عندك بيتغير. فبناء عليه ان الدوري كل سنه بيرضوا في بعض الانديه زي ما هي، وفي بعض الانديه بتحاول تطور، وفي بعض الانديه انا في القمه وهفضل في القمه. فالدوري السنه دي في كذا نادي هيكونوا من الانديه اللي يعني مش هتنافس، لكن هيكون ليها برضو يعني بصمه. يعني هيكون الصراع على الدوري السنه دي مش هنشوف بيتحسم مثلا في اخر يعني مثلا من قبلها بفتره، من قبلها بكذا فتره او كذا جوله، بنتكلم من الجولات الاخيره هي اللي هتكون الحاسمه. طيب انا عماله يعني عايزه اروح للمنتخب طبعا، وعايزه اروح برضو للمحترفين بتوعنا تحديدا برضو استاذ محمد، لان مهم جدا ان احنا نشوف ما يقال مؤخرا والمستوى اللي هو يعني في الاحتراف او مستوى المحترف بتاعهم مع الانديه المحترفه، وطبعا الفوارق الكبيره جدا واللي هتفضل موجوده، ودي ثوابت ما فيش حد يختلف عليها رضينا او مرضناش، مع طبعا الاداء مع المنتخب. لكن القصه كلها ان كل مدير فني بيجي للمنتخب بيبقى ليه المدرسه بتاعته، في اللي بيعتمد على المحترفين فقط وده اعتقد اثبت الى حد ما مش هقول فشله بس عدم نجاحه، في اللي بيعتمد على الميكس ما بين اللعيبه المحترفه واللعيبه المحليه، وربما كمان المشهد حاليا ان احنا بنشوف فيتوريا بيعتمد على المحلي اكتر، يكاد يكون بعض المحترفين بتوعنا ما بنحسش بيهم قوي، حتى خصوصا محمد صلاح مع الفارق اللي بيأديه هنا وهنا. مرموش طبعا كان ليه، تريزيجيه كان ليه اداء كبير او بصمه الى حد ما، لكن في العموم انت بتشوف الميكس الموجود بين اللعيبه والقيمه بتاعتهم الاحترافيه واللعيبه المحليه، هل هو ده الشكل او المستوى اللي اقدر اقول وصلنا له ان انا اطمن على اللي جاي من مباريات خاصه بالمنتخب، ولا لسه لم نصل للصوره والمشهد اللي احنا عايزينه عشان نقدر نقول احنا منتخب مصر هنحقق حاجه المره دي؟ فاهمني ازاي؟ يعني انا نفسي نوصل للمرحله دي حقيقه. المنتخب مع روي فيتوريا هو ماشيين بشكل كويس جدا، بمعنى ان النهارده في كل مباراه في حاجه بتتقدم، يعني بتقدم خطوه ايجابيه. وعلى سبيل المثال يعني شفنا في مباراه تونس، صحيح ان النتيجه ما كانتش النتيجه اللي احنا كنا عاوزينها، لكن خرجنا منها بمكاسب من ناحيه ان احنا عاوزين نصلح من اخطائنا، وده اللي احنا شفناه في المعسكر الاخير مباراه الجزائر ومباراه زامبيا. صحيح مباراه زامبيا ما كانتش من المستوى المطلوب قوي، لكن مباراه الجزائر كانت يعني درس كبير جدا لينا، لان النهارده احنا شفنا منتخب مصر اللي هو منتخب مصر بتاع زمان، بمعنى ان النهارده بلعب ب10 لعيبه وقدام منتخب يعتبر تكوينه كله محترفين، ولكن قدرت انك تسد قدامهم، وبتلعب طول المباراه بناقص لعيب، وفي نفس الوقت قدرت انك تسجل، وكنت ممكن انك تكسب، وكنت ممكن تكسب كمان. مش عارف اللي حضرتك بتقوله ده يزعل ولا يفرح، من زاويه ايه؟ من زاويه ان احنا كان لازم نقعد نستنى الفتره دي كلها عشان نشوف في ماتش ودي ما تيسر من روايح الزمن الجميل بتاع منتخبنا. المهم ان احنا يعني ليه 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 احنا قعدنا فتره طويله متعطلين؟ اسباب كتيره، يعني الاسباب كتيره طبعا، لكن المهم ان انا بدات ارجع تاني، وبدا يكون ليا هويه، وبدا يكون ليا شكل، والفتره اللي جايه هتكون فتره مهمه، لانك بتنافس على يعني بطولتين مهمين جدا. خدت بالك من هول الجمله اللي انت قلتها دي؟ بدانا يبقى لنا هويه،
صحيح يا نهار ابيض، احنا بنتكلم على منتخب مصر بس ده في ال 13 سنه، يعني بدانا من 13 سنه، احنا قبل كده كنا في حته تانية. في نقطه يعني ايام مثلا فتره كوبر مثلا كان يقول منتخب صلاح مع كيروش لا منتخب دفاعي، مع روي فيتوريا لا احنا ميكس مثلا، من ما بين ان احنا بنحاول ان احنا برضو لينا اسلوبنا الهجومي وفي نفس الوقت برضو بنحاول ان احنا يكون لينا الاسلوب الدفاعي خصوصا قدام المنتخبات الكبيره. وهو حتى ذكر في المؤتمر الصحفي لمباراه الجزائر قال لك كنا محتاجين مباراه زي دي علشان نشوف هنطلع منها بايه وهنتعلم منها، وخصوصا ان انت بتتكلم قبل بطولات رسميه سواء تصفيات كاس عالم او بطوله امم افريقيا. ودي مباراه كانت بالنسبه لنا ناس كتير خرجت من المباراه دي معنوياتها كانت كبيره ان احنا لا هنشوف، لا احنا مستنيين بقى بطوله افريقيا ومستنيين تصفيات كاس عالم واحنا لينا فعلا ان احنا هندخل وهننافس. فبنتكلم ان 13 سنه اللي فاتت مش عارف انت كنت عاوز ايه يعني، والمدرب اللي انت عاوزه هل هو مناسب لاسلوبك وخطتك ولا لا. بمعنى احنا مثلا بنشوف منتخب اسبانيا مثلا او المانيا الناشئين هم الفريق الاول، بمعنى ان النهارده انا اسلوبي هجومي والناشئين بتوعي اسلوب هجومي. النهارده انا مش معقول هجيب مدرب اسلوب مختلف عن مدرب اسلوب مختلف تاني، لا ليه؟ لان النهارده احنا بنشوف ان معظم المنتخبات خصوصا المنتخبات الاوروبيه بقوا يعتمدوا على الناشئين بتوعهم وبيصعدوهم معاهم في المنتخب الاول. احنا بنيجي هنا مثلا وليكن مثلا الناشئ بتاعنا نيجي نقول عن 23 سنه و24 سنه، ده الناشئ بتاعنا اللي هو اصلا مثلا هالاند مثلا هو 23 24 سنه خلاص اصلا وخلاص ده هيعتزل بالنسبه لنا احنا كده، او مثلا كيليان مبابي مثلا خلاص خلص اللي في الكوره وخلاص، يعني احنا لسه بنشوف بقى يعني مين الجديد اللي هيطلع. الناس دي خلاص بقول لك ايه، الملف ده مليان تفاصيل وشكلنا كده محتاجين نعمل معاك قعده ثانيه اكمل فيها كلام، لان للاسف الوقت انتهى الفتره دي. يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك استاذ كريم، وشكرا لحضرتك نورتنا كالعاده استاذ محمد حقيقي. شكرا لحضرتك ويومكم ان شاء الله حلو النهارده.